المؤسسة في إدارة بغداد حضرت أخت السيدة الأولى وطلبت نوم في مزودين دائمين عاديين. طلبت إدراج المزودين هذوما صراحة دينهم يدخلوا به أكسيونير في الشركة اللي احنا أذلنا فيها بالإحالة. جاوبتها قلتلها راهو قانونيا راهو لا يجوز. وهي خارجة قالت أمي لها أخويا مش يقدم عليك وتحمل مسؤوليتي راني. وعادتها مقابل فقط مبلغ مالي كبير وعادتها بعزل وصار عزل.